احكي لي يعني اليوم فرحة 23 مليون سوري، مباراة مجنونة، كان السيناريو تقدمنا رجعنا تأخرنا بالنتيجة والحمد لله الله كرمنا بنيها. أول شيء الحمد لله رب العالمين، الله كرمنا يعني بالتعادل بداية الأخيرة، وبحب أشكر رفقات اللي كانوا رجال بقلب الملعب اللي قدموا كل شيء ما عندهم حتى يعني يقدروا يسعدوا شوي الجمهور السوري اللي كان كمان مساندنا واللي كان هون بالساحات، ويعني فرحة ما بتنوصف. أنا صار لي 5 سنين ما نازل على البلد، اليوم نزلت الحمد لله رب العالمين، ويعني الشباب كمان نزلوا ولقينا هالشوف تاعنا هالجمهور وهالعالم والصحفيين. الناس كانوا بالشوارع ناطرينكم ويعني عم يتابعوكم لحظة بلحظة، احكي لي شو شعوركم انتم كلاعبين وشفتوا هالمؤازره الجماهيريه من السويدة وحتى القمح؟ والله نحن صار عندنا حافز كثير كبير انه نقدم شيء يعني يليق بهالجماهير هاي ونرجع البسمه للشعب هذا المجروح، والحمد لله يعني رب العالمين قدرنا يعني شيئا ما نقدر نرجع البسمه، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. عمر خريبين نجم منتخبنا الوطني ونجم نادي الهلال السعودي، الف مبروك عمر، فرحه 23 مليون. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على النتيجه، هذا الاهم. احنا كان همنا نسعد هالجماعه هي اللي عم تجي واذرتنا، والحمد لله ما خيبنا ظنهم، ربحنا اللي هذا هو الاهم، ولسه ما خلصنا. فيك تقول نحن خلصنا شوط، والشوط الثاني هو مع استراليا، لازم نربح استراليا حتى نوصل الشيء اللي بدنا اياه نحن، فان شاء الله باذن الله لسه المهمه يعني في صعوبه بعد. اكيد يعني المنتخب الاسترالي من احسن منتخبات القاره، بطل اسيا، بس عم نشوف انه صار في هويه واضحه للمنتخب. اكيد نحن فرضنا اسلوبنا على كل الفرق، يعني مو بس استراليا، حتى احنا بارين ايران، وايران من افضل فرق باسيا، بس الحمد لله نحن فرضنا اسلوبنا على ايران وعلى كثير من الفرق، فان شاء الله ما في فريق بيخوف ان شاء الله قدامنا اذا كنا نحن يعني متوفين بالمباراه، فان شاء الله بنوعدكم بالفوز ان شاء الله. شكرا كثير لك عمر، وان شاء الله يعني بدنا نتمنى التوفيق لكل لاعبي منتخبنا الوطني. احمد الصالح كابتن منتخب سوريا، الف مبروك يا احمد، يعني ورجيتوا قديش اللعيبه السوريين بالفعل ما عاد في شيء عقده اسمها ايران، يعني بقلب استاد ازادي قدرنا اليوم نحقق نتيجه بطعم الانتصار. الحمد لله رب العالمين، اول شيء مبارك للاستاذ مازن، مبارك لكل الجمهور السوري، وكانت فرحتنا اكبر لو متاهلين مباشره لكاس العالم، لكن قدر الله ما شاء فعل، قدرنا نتاهل لاول مره بتاريخنا للملحق الاسيوي اللي من خلاله ان شاء الله قادرين نربح منتخب كمنتخب استرالي ونتاهل للملحق العالمي، ومن خلاله نتاهل لكاس العالم، هو اكبر طموحنا، واقل شيء ممكن نقدمه لجمهورنا وشعبنا السوري انه نتاهل لاول مره بالتاريخ لكاس العالم، هذا هو اكبر طموحنا ان شاء الله. خبرني شو حسيتوا اليوم وقت نزلت على المطار وشفت هالجموع الجماهيريه الكبيره، وكمان حتى بالساحات كانوا بالساحات بكل المحافظات السوريه كانوا عم يتابعوكم اليوم. بصراحه فرحه كثير كبيره، اولا لانه وصلنا من اول الازمه ما فرحنا هيك، كل شعب على قلب واحد، على علم واحد، على اسم واحد هو سوريا، هذا الشيء بنفتخر فيه وبنرفع راسنا فيه، بنتشكر كل انسان اجى استقبلنا بالمطار، وكل انسان كان مساند لنا بالملعب، وكل انسان كان مساندنا بكل المحافظات ان كانت على الشاشات الصغيره او الكبيره او بالساحات، بنتشكرهم كثير، بنقول لهم نوعدكم ان شاء الله بتاهلوا لكاس العالم حتى لو مبوابه الملحق ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك احمد، كمان بدي احاول يكون معنا الكابتن احمد الصالح، او عفوا الكابتن محمود المواس، القلب الشجاع بالمنتخب، خلينا مباشرة نكون معك كابتن محمود، ألف مبروك، يعني مباراة كانت متشنجة، أكيد كانت الأعصاب مشدودة بقلب المباراة، وهذا الشيء اللي شفناه من خلال المباراة، سيناريو مجنون، جول تعادل بداية. ألف الحمد لله، ألف الحمد لله، هذا كله دعاوى السوريين، دعاوى الشعب السوري اللي ما قصروا معنا طول هالفترة هاي من مباراة قطر لحد مباراة إيران. الحمد لله ما خجلناهم، لكن كنا نتمنى انه نطلع بنتيجه الفوز وحتى نتاهل المركز الثاني، لكن قدر الله ما شاء فعل، ان شاء الله هلا بالايام الجايه لازم نشتغل اكثر، لازم نسعى اكثر لحتى نقدر نتخطى الادوار، هلا صارت الادوار اصعب من دور المجموعات، وباذن الله نحن قادرين على هالشيء باذن الله. هذا الاهتمام الجماهيري الكبير عم يحملكم مسؤوليه اكبر؟ اكيد والله العظيم، نحن من 3 ايام لهلا ما نمنا مضبوط، يعني عم ننام 4 ساعات تقريبا باليوم كله، كلياتنا كنا عم نفكر بالحلم، لكن الحلم لحد الان موجود وباذن الله راح نكون عنده باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. محمود كمان بدي احاول اكون مع بعض اللاعبين كمان من البعثه السوريه، ويعني خلينا نفوت على قاعه الشرف لنحاول نكون مع بعض اللاعبين، الكابتن ابراهيم عالمي، ابو الليث ابراهيم عالمي، يا ابراهيم لحظات بس كون معنا،
نحن بشكل مباشر على الإخبارية السورية. ألف مبروك هذا الانتصار من حارس المرمى لقلب الهجوم. اليوم كنا على قلب رجل واحد وقدرنا ننتزع التعادل من استاد أزادي بن طارق. طبعا أكيد مبروك لشعب سوريا كله، مو على قلب رجل واحد، كنا على قلب 23 مليون واحد. 23 مليون كانوا موجودين معنا بطهران. هاي النقطة التعادل واللي تأهلنا لها الملحق محد ذاته إنجاز فرحنا فيه السوريين. بيستاهلوا هاي الفرحة، وقفوا معنا كتير ودعمونا كتير بظل ظروف كتير صعبة. كانوا موجودين معنا، حبينا نرد لهم هذا الشيء وردينا لهم ولو شيء بسيط، وإن شاء الله رح نكفي لهم الجميل بلعبتنا مع إسرائيل ونتأهل إن شاء الله. مبروك لكل سوري بكل بقاع أرض، كل شيء بيقول أنا سوري مبروك. انت دائما بحواراتي انا وياك دائما من اول التصفيات وانت متفائل انه حنكون بروسيا. مو من اول تصفيات، انا من قبل 2015، 1/1/2015 من وقت بلشت التمارين. من وقتها قلت انا في عندي ايمان انه في شيء رب العالمين بده بادر الشعب، بده يصير في فرحه بسوريا. ممكن خلال كره القدم، ممكن خلال انتصارات جيشنا، ممكن خلال اذا مو بكاس العالم حاليا بكاس اسيا مستقبلا بعد 2019. والحمد لله رب العالمين. الله ما خير، الله ما خير الشعب. كلمة للجمهور اليوم اللي احتجت بالساحات، وكمان في جمهور معكم طلع على طهران. هالشيء اللي شفناه مبارح واليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على جمهورنا بسوريا بالفعل شيء كتير كبير. رفعنا راسنا بطهران كتير، وخاصة قدام العالم كله، انه هاي السوري، شوفوا شعب سوريا كيف هو اللي انتم كلكم جيتوا عليه. هاي شعب سوريا رغم الحرب والمآسة نحن موجودين، نحن اقوياء. الارادي والتصميم والعزيمة تعلموها من الشعب السوري. الشعب السوري بيعلم كل شيء، وألف مبروك لكل سوريا. أملنا في منتخبنا كبير وأسيا نحن من كبارة. ألف مبروك كابتن أيمن. الله يبارك فيك. انتصار، نقطة تعادل بطعم الانتصار من استاد أزادي، ومباراة مجنونة بالتفاصيل، تقدم، رجعنا تأخرنا وقدرنا نجيب الجول الحاسم باللحظات الأخيرة. المباراة صعبة، يعني مباراة ما بتقبل خلص مع اثنين، بس الفريق الإيراني فريق عنيد وفريق قلت لك يعني نحن اللي تأثرنا فيه إنه هو متأهل، لكن وكأنه بده يعمل إنجاز، لكن الحمد لله ما تحقق إنجازه إنه هو ما يتسجل أهداف مرمى. حسنا سجل هدفين، وكان ممكن لو استفدنا من أكثر من فرصة إنه نحن نخرج فائزين بالمباراة. البعض بيقول انه فقدنا التركيز، يعني نحن بعض للحظات بعض لحظات المباراة اثبتت هذا وضع طبيعي، لانه انت بتكون فايز لحتى اهل على كأس العالم. ما ممكن انه انت 90 دقيقة يحسن اللاعبين الكل انه هن يضلوا محسنين التركيز. هالشيء هذا اللي هو اثر علينا، لكن الحمد لله يعني حسنا نرجع للمباراة ولو بوقت متأخر. انت عم تلاعب أمام 70,000 80,000 متفرج، منتخب إيران العنيد، منتخب إيران الأفضل بآسيا. الحمد لله حسنا نتفوق، حسنا نرسم بسمة، وإن شاء الله نكمل المشوار من خلال الدور الثاني. سوري شد الهمة، سوريا بيلبق للقمة، يلا يا سوري شد الهمة، سوريا بيلبق للقمة. منتخبنا هو وحده بيجمعنا على نفس الكلمة، منتخبنا هو وحده بيجمعنا على نفس الكلمة. سعد أوقاتك كابتن فراس، ويعني ألف مبروك من كل السوريين، انتصار مميز جدا، فرحتونا، الله يفرحكم. الله يبارك فيك، هذا همنا أصلا أنه نفرحكم، وهذا هدفنا الأساسي وهدفنا الأسمى أنه نفرح جماهيرنا السورية بكل مكان، داخل سوريا خارج سوريا بكل مكان. كل سوري فرح اليوم الحمد لله رب العالمين بعد يعني 6 سنين من الحزن ومن التعب من الأسى. اليوم عم نشوف الشعب كله فرحان، يعني هذا الشيء اللي نحن عم نتعب عليه، هذا الشيء اللي نحن يعني مصممين كنا أنه ندخل الفرحة لكل بيت سوري. بفضل الله عز وجل اليوم دخلت الفرحة لكل بيت سوري. يا رب الله يديم علينا الأفراح، على بلدنا الأفراح، وعلى شعبنا الغالي، وإن شاء الله يا رب منتوج هاي الفرحة، بتكون فرحة أولية إن شاء الله لفرحات قادمة بإذن الله.